كثير من الأسئلة الصحية جدا للمرأة الحامل هنا في فقرتنا من القاهرة، بالإضافة طبعا لتقارير تانية مختلفة كتير وأكيد هتعجبكم. هايل، إذا فلنبدأ حالا، يلا داليا 20 دقيقة. اهلا بيكم كل اللي انضموا لنا، اكيد انا حاسه انه كتير من حضراتكم عندكم اسئله، ان شاء الله هنحاول ان احنا نجاوب عليها على قدر المستطاع، خصوصا حول كيفيه الغذاء الصحي للمراه خصوصا اذا كانت تحمل في توائم، وايه هي الطرق الامنه لمتابعه هذا الحمل، وايه هي الرياضات اللي ممكن تتبعها المراه الحامل، وهل في اسباب بتجعل المراه تحمل في توام ولا لا. كل دي اسئله هنلاقي ان شاء الله اجاباتها عند الدكتور المتخصص دكتور خالد رفاعي، استشاري امراض النساء والتوليد والعقم وجراحة المناظير. صباح الخير دكتور، اهلا بيك. اهلا وسهلا. اسمح لنا بس قبل ما نبتدي دايما مع عودين مشاهدينا ان احنا نفكرهم بتقرير اللي احنا حضرناها لهم النهارده. اطفال الانابيب حلم الانجاز، اطفال الانابيب حلم الانجاز وسحر. بصبح على حضراتكم، اهلا بيكم مره تانية، وصبح على ضيف الدكتور خالد رفاعي اللي كلمنا عن هل هناك سبب بيجعل المراه تحمل في توام، يعني هل ممكن هي تقصد او تتعمد انها تحمل في توام يا دكتور، وهل ده بيكون ليه مضار صحي عليها؟ لا، هو طبعا ممكن، هو في عائلات عندهم السفر الوراثي اللي هم يجيبوا توائم سواء في الاب او الام، دي نسبه طبيعيه، والنسبه الطبيعيه دي في حدود 12.5 في الالف. ولكن في بعض السيدات للاسف في بدايه الزواج بيبتدوا يلجأوا لاخذ منشطات للتبويض للحصول على كذا بويضه في الدوره الشهريه للحصول على توائم، وده اكبر خطا لانه هو بيعرض السيده دي لمشاكل صحيه اكتر عليها وعلى الجنين، لان احنا لو عندنا الحامل في توأم بيبقى عندها نسبه نزول دم في الاول او اجهاض منذر، او ممكن ارتفاع ضغط الدم والزلات سموم الحمل عندها اكتر، ممكن السكر حمل بيزيد، ممكن يكون يعني عرضه اكتر للمشاكل الصحيه من غيرها. دي مشكله جامده، ممكن كمان بتزود فرصه حدوث الولاده المبكره ودخول الطفل الحضانه، ممكن تزود فرصه التهابات مجرى البول وكميه الميه السائل حوالين السائل الامنيوسي حوالين البيبي اكتر، وعرضه ان هي يجي لها ولاده قيصريه لوجود الاجنه في اوضاع غريبه، وممكن تعرض لفقر الدم ونقص الكالسيوم اكتر من اللازم، وبتتعرض لنزيف ما بعد الولاده بطريقه اكتر من اي سيده اخرى، وخصوصا اللي هي لو كان في ولاده متعثره. لكن المفروض ان لو حصل انه هذه اكتشفت انها حامل في توأم بشكل طبيعي يعني بدون اي تدخل او اي اثر، احنا بننصحها ان هي تبتدي تتابع الحمل من اول يوم في الحمل عن طبيب متخصص، انها تاخد الفيتامينات الحديد والفوليك اسيد والكالسيوم بطريقه يعني تعتبر مضاعفه بالنسبه للسيده العاديه، يعني السيده العاديه بتاخد 400 مللي جرام كالسيوم، ممكن تاخد 800 مللي جرام، ممكن تاخد 1200 مللي جرام كالسيوم في اليوم. طبعا بننصحها، بنشوف الانيميا بتاعتها بنظبطها، بنشوف بنخلي الانيميا كويسه 10 10 ونص. هل صحيح ان السيده الحامل تاكل اكتر من السيده اللي حامل في الطفل عادي؟ هي طبعا المفروض تاكل اكتر شويه، بس طبعا مش عشان البيبيهات تكبر، لا، هو بيحصل طبعا هرمون الحمل هرمون فتح الشهيه فبيساعد السيده تاكل اكتر او حاجه زي كده، يعني دي المشكله. واحنا عندنا برضو مشكله ثانيه في نوع التوائم، التوائم دي انواع، في التوائم المتماثله وغير متماثله، المتماثله اللي هم ينتج عن طريق اخصاب بويضه بحيوان منوي واحد وبعد كده بيحصل انقسام في هذه البويضه الى نصفين، فبيبقى في طفلين من نفس الجنس ومن نفس النوع ومن نفس الناحيه النفسيه ونفس تسريحة الشعر وكل حاجه موجودين التوائم دي، وتبقى دايما في العائلات متوارثه. النوع الثاني اللي هو الاطفال اللي هم التوائم غير متماثله اللي هو ينتج عن بويضتين اتلقحوا بحيوانين منويين مختلفين فبيطلع توأمين مش شبه بعض، ممكن من نفس الجنس او مش من نفس الجنس، ودي دايما غالبا نتيجه الادويه المنشطه اللي بتاخدها السيده او الحقن المنشطه او نتيجه التقنيه الجديده في الحمل اللي هو حمل مساعد التلقيح المجهري او اطفال الانابيب او التلقيح الصناعي اللي بنحط ثلاث اربع اجنه في الرحم فنسبه الحدوث التوائم غير متماثله اكتر. طب اطفال الانابيب دكتور، بما ان حضرتك ذكرتها واحنا عندنا تقرير حقيقه حاضرينه تحديدا عن اطفال الانابيب، هل اطفال الانابيب اثبتت نجاحها؟ اعتقد انها من 15 سنه موجوده. 15 سنه بدات 15 سنه من 15 سنه
سنة، هل أثبت يعني أثبتت نجاحها بالفعل وفعاليتها في مساعدة يعني من ليس لديهم القدرة على الإنجاب بشكل طبيعي؟ يعني طبعا، يعني انا طبعا هو كان المشكله زمان ان كان الناس بتمشي في دايره مغلقه، بياخدوا منشطات وبياخدوا ادويه محفزه للتبويض وما يحصلش حمل. فاحنا دلوقتي التقنيه بتاعت اطفال اديب او تقحم اجهادي، طبعا اطفال اديب ده اللفظ الدارج، ولكن دلوقتي التقنيه بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها التقحم الاجهادي، وهو وضع الجنين في داخل الرحم، يعني بعد ما يحصل اخصاب ناخد البويضات ويحصل اخصاب لهذه البويضات ويحصل انقسام البويضات دي في الطول الثلاثي او الرباعي او الثماني، بنحط الجنين ده في الرحم، فنسبه الحمل دي اكتر. اطفال اديب نسبه الحمل عندها اقل شويه، لكن التقحم الجهري اعلى. استخدام التقنيه دي نستخدمها فيما يكون في عندنا مشكله مش هتحل، عندنا الانبوبه مسدوده، عندنا الحيوانات المنويه بتاعت الزوج منعدمه او اقل من 2 مليون، في تشوهات جامده جدا في الحيوانات المنويه، في حاجات صعب يحصل حمل طبيعي غير بعد فتره مثلا بالتبديل والتوافيق، يمكن بعد 10-15 سنه تكون السيده دخلت في مشكله ضعف التبويض، الرحم بتاعها يبقى ضعيف، الضغط الرحم ضعيفه. في كمان دلوقتي التقنيه بالنسبه للرجاله كمان، دلوقتي كان زمان مشكله ان الراجل لو ما لقوش حيوانات منويه في السائل المنوي كنا بناخد عينه من الخصيه بنلاقي بناخد حيوانات منويه، وبعدين في تقنيه جديده اسمها ام سي اللي هي تقنيه اللي احنا بنكبر حيوان منوي 650 الف مره، فبناخد الحيوان المنوي الكويس وبنعمله تلقيح للبويضة عشان نتجنب حدوث الإجهاض اللي بيحصل. طب دكتور خلينا نتوقف مع حضراتكم مع كل مشاهدينا لأطفال الأنابيب، سحر الإنجاب وحلم الإنجاب وسحره، نتوقف مع التقرير ونرجع لكم. الأطفال من أكبر النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، يدرك ذلك بقوة من حرم من نعمة الأطفال، ونظرا لتعدد الأسباب البيئية التي تؤثر سلبا على عملية الإنجاب، فقد سعى العلماء بقوة إلى البحث عن حلول لهذه المشكلات التي قد تحول حياة الزوجين إلى جحيم. وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 200 مليون إنسان يعانون من العقم، ومع تطور العلم الحديث استطاع العلماء أن يبتكروا وسائل آمنة لإحداث عملية الإخصاب. الأطفال الأنابيب باختصار هو أنه إحنا بناخد بندي للسيدة أدوية لتنشيط المبيض عشان نحاول أن إحنا نستخرج البويضات خارج الجسم، لتخصيب البويضات بالحيوانات المنوية عن طريق أن إحنا نضع الحيوانات المنوية بجوار البويضات، أو أن إحنا نضع الحيوانات المنوية داخل البويضة. محمد ونهلة زوجان تحقق حلمهما بإنجاب طفلة عن طريق عملية التلقيح الصناعي بعد سنين من المعاناة والمحاولات الفاشلة للعلاج. أنا متزوجة بقالي 17 سنة، وربنا ما نعمش عليا بنعمة الإنجاب، بنعمة الأمومة يعني، مش أعطاني أطفال لمدة 17 سنة، ولفت كتير وتعبت كتير وعملت عمليات كتير وشفت كتير. لما جيت إلى مركز الأنابيب عملت عملية اللي هو التلقيح الصناعي، وربنا كرمنا العملية لنا، فربنا أعطانا بعد كده أمنية، كانت أمنية حياتنا في الدنيا، ملت علينا حياتنا بهجة وفرح وسعادة، وعاملة في البيت كده صوت جميل كده وصوت حلو زي صوت الكروان الصغير كده. هو طبعا أطفال الأنابيب بقى لها سنين طويلة، بقى لها فوق 25 سنة. ممكن نقول إنه زمان كان عشان ترجع لأطفال الأنابيب بتعمل محاولات كتير للعلاج بالأدوية التنشيط أو عمليات لتسليك الأنابيب أو أدوية تنشيط من غير أي حاجة إلا أنه يحصل جماع أو أنه يبقى فيه تنشيط ثم يتعمل تلقيح صناعي، وبعد كده بقى بعد 3 سنين سنتين 4-5 زي ما يكون نروح إيه نعمل أطفال أنابيب. أنا جاي إن شاء الله تاني عشان أحاول في عملية أنابيب مرة تانية عشان أخاوي أمنية إن شاء الله بنتي، وأنصح كل واحد إن شاء الله يعمل عملية أطفال الأنابيب، إنها عملية كويسة وعملية إيه بتملأ الأطفال، بتملأ حياة الإنسان بهجة وسرور. الموضوع فيري سيمبل، هو الجزء النفسي، الجزء النفسي فيه أكثر صعوبة من الجزء الطبي بالنسبة للسيدة والرجل، يعني اللي هم بييجوا عشان يعملوا أطفال أنابيب، لأنه النهاردة بيبقوا خايفين وقلقانين والاسره وراهم مستنيه نتيجه وكلام من ده، انما هو كطبيا ادويه بتتاخد
لتنشيط المبيض، ينتهي ان تسحب البيضات في 10 دقائق تحت بنج ما نعتبروش بنج كلي، وترجع الاجنه باسطره رفيعه جدا، فالاسطره دي من غير بنج ولا حاجه، فالموضوع اسهل مما يكون. التلقيح الصناعي او ما يعرف باطفال الانابيب اصبح من اسهل ما يكون، سواء في مرحلة العلاج المبدئي أو مرحلة إجراء العملية، بفضل استخدام التقنية الحديثة وأحدث ما توصل إليه العلماء. فبالأمل والصبر والإيمان يعيش الإنسان. محمد السباعي لبرنامج صباح الخير. وبالصبر والأمل والإيمان فعلا بيحيا الإنسان، وطول ما في أمل وطول ما في الجديد في العلم هناك دائما مفيش مستحيل، ودائما الحلم هيتحقق، وكل حلم بإذن الله يتحقق لمن يريد الإنجاب، وربنا ما يحرمكم من أي من هذه النعمة. يعني دكتور، مسألة الأشياء المنشطات اللي بتتاخد في مسألة أنابيب أطفال الأنابيب، هل دي بيكون عرضة الأم فيها أكثر لأنها تحمل في أكثر من توأم يعني أو توائم؟ طبعا، لان احنا التقنية بتاعتها بنحط 3-4 اجنة في الرحم تحسبا ان ما يحصلش لفظ الجنين، ما يحصلش انغماس في طنط الرحم، فبنحط 2-3-4 بحيث فنسبة التوائم الغير متماثلة، طبعا غالبا هيطلعوا بيض يعني توأم غير متماثل يعني مش شبه بعض غالبا، بس دي يعني دي احنا مضطرين لهذه التقنية، يعني ما ينفعش احنا نختار يعني كده. وفي طبعا تقنيات برضو في الاطفال الانابيب وطفح مجهري، لقدر لو عندنا امراض مرتبطة بالجنس زي الهيموفيليا او الثلاسيميا والحاجات دي كلها، بنختار نوع الاجنة، يعني لو الجنين ذكر بنختاره او انثى بنختارها عشان نتفادى امراض التلسلية دي. الدكتور، هل في نوع من الرياضة المطلوبة طبعا للمرأة الحامل لمسألة تسهيل الوضع في الشكل الطبيعي؟ هو احنا السيدة الحامل سواء توأم او سيدة عادية، لو ما عندهاش مشاكل انقباضات رحمية مبكرة او عندها مثلا امراض معينة زي ارتفاع ضغط الدم او السكر هذا زي كده، احنا بنصحها بالرياضة العادية هي المشي. ولكن المشي ده بننصح فيه في اول الشهر التاسع. في تمارين رياضية تتعمل اللي هي في الشهر الخامس والسادس، اللي هي التمارين كانوا دايما بنقول مشاركة الزوج معاها، ان هي بيقعد بيعلمها تمارين النفس وتمارين انقباض رجلها وتفردها. الحاجة الثانية برضو في بعض عادات سيئة عند بعض الحوامل، هم بيقعدوا قدام التلفزيون فترات طويلة زينا كده رجلهم تحت، لا المفروض يقعدوا على حاجة مرتفعة. هل اليوجا من الرياضات دي يا دكتور أو ممكن يوصى بيها للمرأة الحامل يعني؟ طبعا طبعا، حتى عشان اليوجا ما بتعمل ناحية نفسية مريحة للسيدة، استرخاء أكتر للسيدة، مش مكلفة جدا وفي أي مكان تعملها وما فيهاش أي مشكلة. طب احنا بندعو كل السيدات الحوامل لكي يسترخوا معنا من خلال هذا التقرير، وياريت كلنا نقدر نمارس هذا النوع من الرياضة خصوصا مع ضغوط الحياة المختلفة، والرياضة فعلا بتسمح بكثير من الراحة النفسية والاسترخاء، وندعو مش للسيدات الحوامل بس، لكل الفئات المختلفة يعني. دكتور، هل في فحوصات طبية المفروض ان المرأة الحامل تتوأم تعملها بشكل دوري اكتر من المرأة الحامل في واحد؟ طبعا احنا بننصح اي سيدة حامل خصوصا لو كانت في اشتباه توأم ان هي تعمل موجات صوتية في اول 3 شهور لمعرفة ان دي جنين واحد او 2 أو 3، ممكن يحصل 3 أجنة او 4 أجنة. احنا قلنا النسبة الطبيعية 12.5%، ده التوأم العادية. لو ثلاثية ب 25 من 1000 في 1000، لو رباعية 4 توائم بيبقى 2% في 1000. فلازم تعمل أشعة تلفزيونية مبكرة. الحاجة التانية بنعمل تحاليل فحوصات كاملة، صورة دم كاملة وسكر وتحليل بول، لأن نسبة التهابات المثانة بتبقى عندها أعلى شوية، لأن الرحم بيبقى ضغط على الحالب والمثانة. بنعمل فحص دوري طبعا عندها للوزن بتاعها، بحيث ما يبقاش تزيد الوزن المضطرد، المفروض الوزن الجديد بتاعها في حدود 20 كيلو أو من 18-20 كيلو في التوائم. لو زاد اكتر من اللازم بنمشيها على نظام غذائي معين اللي هو بيسموه نظام غذائي، اللي هو زي الرجيم يعني، بتاخد كل المواد الغذائيه الكويسه الكربوهيدرات والبروتينات والنشويات بس كميات معينه وفترات متباعده، بحيث ما تاكلش وجبه كامله، بننصحها تتناول 4-5 وجبات بدون شبع. بنطلب منها بروتين، بتاخد بروتين بكميه معينه، لازم فيها 8 ساعات في اليوم راحه، النوم 6 ساعات وعلى الاقل، وساعتين بعد الظهر استرخاء.
ده بالنسبة للأم دكتور، لكن بالنسبة للأطفال التوائم أحيانا بنجد كثير من المشكلات الصحية لا قدر الله، مثلا حدوث التصاق للتوائم. هل في سبب هل في سبب الالتصاق ده بيحصل في التوائم المتماثلة؟ لما بيحصل انفصال في الكتلة الجينية بيحصل انفصال فيها، لو الانفصال ده ما كانش كامل فبيحصل حاجة اسمها التوائم السيامية، وده ده لفظ مجازي لأنه اطلق هذا اللفظ على أشهر توأمين في العالم اللي هم كانوا في مملكة سيام اللي هي تايلاند دلوقتي، هو شانج ووانج، اتولدوا 1811 وكانوا متصفين، وبعدين سافروا من تايلاند راحوا أمريكا واشتغلوا في السيرك، وأشهر يعني أشهر توائم، واتجوزوا بأختين إنجليزيات وخلفوا 22 طفل، ومات وتوفي في 1874 وبينهم توفوا بينهم ساعتين فرق. فطبعا دي مشكلة، بس المشكلة بقى اللي احنا بنقول عليها احنا هنفصلهم ولا لا. يعني لقوا ان نسبة التوائم ملتصقة 60% بيتوفوا عند الولادة و 65% يتوفوا خلال ايام بعد الولادة. النسبة اللي باقية دي هنقول نفصلهم ولا لا. في ناس بيقولوا الفصل ساعات يؤدي الى فقدان احد الاجنة، وفي ناس بيقولوا الفصل ممكن يساعد على هذا. في التقنية الموجودة دلوقتي عندنا بالأشعة التلفزيونية والأشعة الـ MRI اللي هي المبكرة طبعا، ده من شاب شاب مبكر. لو لقينا الالتصاق ده بنسيج ليفي معين ممكن يتشال، ممكن يتشال بالراحة ويفصل الفصل ليهم. بقى المشكلة في الفصل ما يكونوا مشتركين في مثلا في قلب واحد أو في كبد واحد أو عضو أساسي واحد، دي تبقى المشكلة. وفي قرار صعب جدا في اتخاذ قرار ان انا يعني الغي طفل عن طفل، فدي في قرار، وغالبا يعني انصح ان احنا ما نعملش هذا الموضوع لان نتائجه حتى اشهر توأمين هم ايرانيات اللي هم اتفصلوا في الراس توفوا عند 21 سنه، يعني كانوا في توأم منفصل بالراس وكان فيهمش مشكله وبعدين ما فصلناهم حصلت وفاه ليهم. لكن هو مش يعني في حاله يعني عدم النصح الطبي بان ده يحصل، ايه الحل يعني؟ لا هو طبعا لو كان يعني احنا بنقول لو اكتشف بدري ممكن يعمل عمليه اجهاض، بس ولكن دي لو كان ال في تشوه خلقي موجود مع التوائم. المشكله الثانيه اللي ممكن احنا ما نقدرش نتغلب عليها، لو كانت التوائم متماثله وليهم مشيمه واحده، فالمشيمه الواحده في الاوعيه الدمويه متصله بينهم من بعض، ممكن طفل ياخد دم اكثر من طفل، فطفل يبقى اكبر وزنا وحجما وطفل تاني صغير ويعاني من فقر دم ممكن يتوفى. يعني ممكن الطفل يكبر يعني يلاقي في اول الحمل في توأمين، وعلى نص الحمل يلاقي توأم كبر شويه والتوأم تاني صغر، وعلى اخر الحمل يلاقي جايين واحد بس متكون والتاني حصل له ضمور، ده نتيجه التصاق الاوعيه الدمويه ببعض. يعني سبحان الله، في النهايه يعني هي عمليه توفيقيه من عند ربنا سبحانه وتعالى. كل الشكر ليك دكتور خالد الرفاعي استشاري امراض النساء والتوليد والعقم وجراحه المناظير، شكرا ليك مندم على كل النصايح دي.